السيد الرئيس، كوليجيا الزملاء، الأصدقاء المحترمين، يا سيد الأمين العام المحترم، نحن سعداء بهذه الفرصة لزيارة البلد السعودي المضيف لإجراء الاجتماع الوزاري السعودي للحوار الاستراتيجي بين روسيا ومجلس التعاون الخليجي. وكما قال السيد الرئيس، في العام الماضي التقينا في موسكو، واليوم في الرياض في مقر مجلس التعاون. إن حوارنا الاستراتيجي على مستوى الوزاري تم تنشينه قبل 13 عام، ويعني تغير العالم كثيرا خلال هذه الفترة، ونشهد الزوال هيمنة الغرب، حيث تحاول الولايات المتحدة وخلفائها الحفاظ عليها بقدر إمكانها، وتدريجيا على الرغم من كل ذلك تحضر إثارات للنظام عالمي جديد أكثر عتالة ومتعدد الأقطاب، يعتمد على مبادئ ميثاق الأمم المتحدة والتوازن في مصالح الجميع، الدول الكبيرة والصغيرة، ويقبل اعتبار حق كل الشعوب على تقرير مصيرها. وليس هناك أي شك أن مجلس التعاون يعتبر واحد من أحد المراكز المهمة ومستقلة للعالم المتعدد الأقطاب، وسوف يزيد الدور مجلس التعاون بما فيه بسبب تصعيد الأزمات مختلفة في منطقة الشرق الأوسط. ونشهد الحفاظ واستمرار عدد من النزاعات هنا في المنطقة، يحدد الأمن والسلم الدوليين، مما يمنع التنمية المستدامة في المنطقة. وخلال اجتماعنا في موسكو في العام الماضي، نحن قلنا أن وصول السلام في المنطقة مستحيل بدون حل القضية الفلسطينية وحل النزاع الإسرائيلي الفلسطيني عن طريق إقامة الدولة الفلسطينية وفقا للمرجعيات العمومية. وأكدت الواقع صحة كلامنا، ومن المستحيل للمنطقة مواصلة التنمية بشكل مستقر. ومنذ أكتوبر الماضي المنطقة تشاهد التصعيد الدراماتيكي، وحيث نشاهد حجم العنف والعدوان غير مسبوق، وقد تفوق عدد القتلى والجرحى إجمالي نفس عدد خلال جميع الحروب العربية الإسرائيلية السابقة. ومع أصدقائنا العرب بما في دول مجلس التعاون، استطعنا على الرغم من العرقلة من قبل الولايات المتحدة، واستطعنا تبني عدد من القرارات مجلس الأمن وجمعية الأمن ما طلب وقف إطلاق النار، وإن أصدقائنا القطريون يلعبون إلى جانب الدول الأخرى، أصدقائنا القطريون يلعبون دورا محوريا في المفاوضات غير مباشرة بين إسرائيل وحماس الرامية إلى تسوية القضية الفلسطينية. وتم اتخاذ القرارات المهمة خلال القمة العربية الإسلامية غير عادية في جدة في نوفمبر 23، وفي خلال القمة العربية في منامة في مايو الماضي. وللأسف الشديد لم نتسنى حتى الآن تحقيق التطبيع الوادع في القطاع، وفشل المجتمع الدولي في وقف عدوان ووقف المقتل الجماعي للسكان المدنيين أدت إلى التدهور الحاد للوضع السياسي والعسكري في منطقة برمتها، ابتداء من الحدود الإسرائيلية اللبنانية وحتى إلى مياه البحر الأحمر. ونشاهد تصعيدا خطيرا بين إسرائيل وإيران، وإن الشرق الأوسط يجد نفسه على حافة الحرب الإقليمية كبيرة، وإن مسؤوليتنا المشتركة منع حدوث ذلك، ونحن نعمل على تطبيع الأوضاع مع جميع الأطراف، وننسق خطواتنا في الأمم المتحدة مع أصدقائنا من مجلس التعاون. وأنا أعول أن اليوم نقدر نناقش هذه المسائل والقضايا الإقليمية والدولية موجودة على أجندة حوارنا الاستراتيجي. وأنا أشكر من جديد لقطر كدولة الرئيس وأصدقائنا السعوديين على ترتيب الرعاية لاجتماعنا، وشكرا لكم.